التلفزيون اليوم السابع في كل مكان وتغطية خاصة جدا عن الكلام الكتير عن الامتحانات والطلبة هيعملوا ايه وهل في تأجيل من الترم الاول للترم الثاني ولا لا. اسئلة كتير بتدور واحنا هنرد عليكم فيها في هذه التغطية الخاصة جدا عن التعليم. خليني ابتدي معاكم ان حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مصير امتحانات الفصل الدراسي الاول بعد قرار تأجيلها بسبب ذروة كورونا، واللي كان من المقرر أن تعقد أواخر ديسمبر اللي فات، ولكن الوزير أكد في تصريح خاص لليوم السابع أن الامتحانات هتعقد بعد انتهاء إجازة نصف العام. طيب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أكد أنه لن يتم تأجيل امتحانات الترم الأول. أيوة، لن يتم تأجيل امتحانات الترم الأول، وهتعلن الوزارة كافة تفاصيل تقييم الطلاب في مناهج الترم الأول قبل انقضاء إجازة نصف العام بأسبوع، يعني في منتصف فبراير الحالي اللي احنا فيه. خليني أقول لكم كمان إن شدد وزير التربية والتعليم على إنه لابد من تقييم الطلاب عن مناهج الفصل الدراسي الأول بأي وسيلة، وإن الامتحانات هي أقرب آلية لتقييم الطلاب في صفوف النقل والشهادة الإعدادية. عايزة أقول لكم إن الوزير كمان أكد إن طلاب صف أول وتانية ثانوي ستعقد امتحاناتهم إلكترونية، أما الصفوف من رياض الأطفال حتى تالتة ابتدائي تقييمهم هيكون بدون أي اختبارات تحريرية، وده وفق فلسفة نظام التعليم الجديد اللي بيعتمد على قياس المهارات الفردية والجماعية للطلاب. وزير التربية والتعليم شدد كمان على أن الدراسة هترجع في موعدها اللي هو هيكون 21 من فبراير الحالي، ولا صح لتأجيلها أو تأخير موعد انعقاد امتحانات الترم الأول للترم الثاني أو حتى دمجهم. الكلام ده كله غير صحيح، واللي بيطلع الكلام ده بيطلعه من مزاجه. وزير التربية والتعليم أكد أن الامتحانات يا جماعة هتكون في معادها. خليني أقول لكم ان كمان وجه الدكتور طارق شوقي رسالة للطلاب وقال استعدوا في امتحانات بعد الاجازة، فذاكروا ولا تأجيل الامتحانات. هذه رسالة لكل الطلاب، عشان لو اي حد متخيل انه مفيش امتحانات بعد الاجازة فلا، في امتحانات كويس هتمتحنوا عادي جدا، مش هيكون في اي مشاكل ان شاء الله. خليني اقول لكم ان الوزارة ما زالت بتوفر شرح للمناهج عبر القنوات التعليمية والمنصات المختلفة، وعلى الطلاب بالتأكيد استغلال هذا الكم الكبير من المحتوى الرقمي للمذاكرة والتعلم المبني على المعرفة، وليس فقط من أجل الامتحانات أو حتى الدرجات، ففي معرفة كبيرة جدا على هذه المنصات الرقمية لازم الطلاب يستغلوها. طيب خليني أكمل معاكم أن الوزارة أكدت أنه تم استكمال تدريس المناهج الدراسية حتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021 بنظام التعليم عن بعد، وده حتى بداية إجازة في منتصف العام اللي بدأت 16 يناير اللي فات اللي هو 2021 وبتستمر حتى 20 فبراير الحالي، وذلك لاستيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية وتأجيل كافة الامتحانات اللي كان من المقرر إنها تكون في هذا الفصل لحد ما تنتهي إجازة منتصف العام. المديريات التعليمية في المحافظات أعلنت استعدادها لامتحانات الشهادة الإعدادية، وبدأت المدارس بالفعل في إرسال خطابات انتداب لمعلمي الصفوف الابتدائية من الصف الرابع حتى الصف السادس الابتدائي إلى لجان الإدارة المسؤولة عن امتحانات الشهادة الإعدادية للمراقبة في لجان السير. خليني أقول لكم أن مصادر بوزارة التربية والتعليم قالت أن المديريات بدأت في الاستعداد الإداري للامتحانات من تجهيز كشوف المراقبين والعمل بالكنترول، وطبعا في انتظار القرار النهائي للوزارة اللي هيتم إعلانه في منتصف فبراير المقبل بشأن مواعيد الامتحانات والجداول والطرق اللي هيتم بيها تقييم الطلاب، موضحة أن الوزارة ترغب في إنهاء امتحانات الترم الأول لدخول الطلاب في الفصل الدراسي الثاني دون أي تأخير. طيب إمتى هتعلن الوزارة خطة الترم الثاني والامتحانات؟ خليني أقول لكم أن الوزير قال أن الوزارة هتعلن عن تفاصيل استكمال العام الدراسي والامتحانات بتفاصيلها يوم الأحد 14 فبراير 2021، وكل ما يكتب
قبل هذا الموعد هو اجتهادات شخصية أو شائعات أو بلبلة لا علاقة لنا بها من قريب أو حتى من بعيد. تظل الشائعات طبعا والاجتهادات مستمرة، ولكن للأسف الشديد لن يلي إلغاء امتحانات أو إقامتها في مايو القادم تحت أي ظرف. والوزير قال أرجو الاهتمام بالمذاكرة والتعلم من كل المصادر المتاحة استعدادا لامتحانات الترم الأول. فاحنا كده في التغطية دي قلنا لكم إن مفيش تأجيل للامتحانات، ذاكروا ذاكروا واستخدموا المنصات الإلكترونية واستعدوا لأن انتوا هتمتحنوا هتمتحنوا. طيب دي كانت تغطيتنا الإخبارية الخاصة عن آخر التطورات في موضوع امتحانات الطلاب. بشكركم على طيب المتابعة وانتظرونا في متابعات إخبارية جديدة فقط من تلفزيون يوم السابع. كنت معكم شروق أجدي، شكرا لكم وإلى اللقاء.